شريطة أن تكون لا تصف الجسم ولا تشفه وليس الثوب الشهرة ولا لامعة ولا براقة ولا خلابة ولا مثيرة، فإذا وجدت هذه الأوصاف في الحجاب كان حجابا شرعيا. فالمقصود في الحجاب الشرعي أن تكون فيه الأوصاف التي تجعله حجابا كاملا، فليس ضيقا وليس ثياب زينة وليس قاصرا، والمرأة تجد نفسها أنها تحجبت جيدا والناظر إليها يجدها محجبة لا يظهر منها بشيء، هذا الحجاب الكامل الأصلي. فهذه الفتاة إن قصدت هذا فهذا الكلام على الحجاب الشرعي، إن قصدت الخمار تغطية الوجه فسألت عن التغطية في تغطية الوجه، هل يجوز تغطية الوجه؟ نعم تشرع تغطية الوجه، وبعض أهل العلم يراه واجبا وبعضهم يراه إنما هو من قبيل الحجاب الذي هو مشروع ولا يجب، فقد تكشف وقد تغطي وجهها. ومذهب الجمهور هو أن كشف الوجه جائز، وهذا الذي اشتهر عن الجمهور، والحنابلة يرون تغطيته قولا واحدا ويرون كشفه صفورا وخروجا عن الحجاب، وفي ذلك مذهبان معروفان. فمن المعاصرين من أيد وجوب تغطية الوجه ومنهم من أيد كشف الوجه، والناس في ذلك فريقان. والمقصود أن كل امرأة تحجبت حجابا شرعيا على رأي أهل العلم والفقه وأخذت بضوابط الحجاب الشرعي على رأي أبي حنيفة ومالك والشافعي أو على رأي الإمام أحمد فهي محجبة حجابا شرعيا، فهي محجبة حجابا شرعيا. وأما أن الحجاب يجب بعد البلوغ فبمعنى أنه يجب حجاب المرأة بعد البلوغ، بمعنى أن الله أوجب عليها الحجاب في هذه السن أي سن البلوغ ويعاقبها إن تركت الحجاب، لكن قبل البلوغ تتدرب كما قلنا على الحجاب.